السلام عليكم ومرحبا بكم متتبعين قناة خديجة أم فاتي. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. قبل أن نبدأ إن شاء الله صلوا على النبي، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخواتي المتتبعين الأعزاء والغاليين، اليوم إن شاء الله بنتقاسم معكم طاكوس منزلي بدون آلة اللي كيجي رائع جدا وزوين بزاف وحسن من اللي ما كنشريو من اللي كنشريو على برا. كيجي زوين كي تشوفوا معايا، وغادي نحضر معكم إن شاء الله حتى الخبز ديالو بطريقة اللي هي سهلة مهلة ومبسطة، وغنديروا هذا المكون اللي هو كيجي رائع. كتشوفوا الخبز راه كيجي زوين بزاف، في ساعه كيتوجد. اخواتي استحسن تحضروه هكا في المنازل ديالكم، كيجي زوين بزاف. لو كنتوا اول مره لكم زايره القناه، تنساوش ابوناو معايا البارطاج لا فيديو اللي سهل لكم، شي تعليق يكون محفز للقناه اللي هي قناتكم بطبيعه الحال. ضغطوا على الجرس كيوصلكم كل جديد ديالي. شكرا لكم. كيجي كيف قلت لكم كيجي زعما رائع، وغندير واحد المكون اللي هو غادي يعجبكم ان شاء الله ويعجب وليداتكم. بسم الله على بركة الله، في إناء اللي غادي ندير جوج كيسان ديال الدقيق الفورص رطب، وغادي نغربلهم طبيعة الحال، وغادي ندير واحد 4 غرام ديال الخميرة ديال الحلويات، وغادي ندير شوية ديال الملح لتعديل الذوق. كيف قلت لكم ساهل ماهل، وفي ساعة كيتوجد حتى الدقيقة 90، وممكن توجدوا هاد الطاكوس هذا. غادي ندير واحد 2 معالق ديال الياغورت الطبيعي بدون سكر أخواتي، اللي كيعطي اللذه جربوه وغادي يردوا عليا الخبر، راه كيجي زوين بزاف وغادي تشوفوا على عينيكم. غادي ندير واحد المعلقه ديال الزيت النباتيه، والماء يكون شي شويه دافي مع دابا حيت الجو بارد. من بعد ما خلطت هذيك العجينه جمعتها تجينا مقاصحه ما هي رطبه، كندلكها شي شويه على سطح العمل بالطريقه هذه صافي. وغادي نجمعها وندير ليها السلوفان، نخليها ترتاح ونمشيو ان شاء الله نوجدوا مع بعضياتنا الحشوه اللي كيتوجد كيف قلت لكم دغيا دغيا اخواتي. ضروري ما كندلكوها شي شويه بحال ما هكا باش يجينا داك الخبز يجينا زوين، ماشي يجينا هكا يعني عشوائي ولا سواقي. ونلفها في السلوفان ونخليها ترتاح، وان شاء الله نمشيو مع بعضياتنا باش نوجدوا. الله يسهل عليكم، الله يسهل امركم. لما تابوناو معايا الا كنتو جداد، مرحبا بكم. ناس القدام راه الدار دارهم. نمشيو نوجدوا الحشوه مع بعض في مقلات. غادي نشعل البوطه وندير واحد 2 معالق ديال الزيت المائده، غندير واحد 2 بصلات حجم متوسط اللي قطعتهم هكا يعني شلطتهم، وغندي ونجيب بصله راه كتجي زوينه اخواتي ديروها وتفكروني. غندير واحد 1/2 معلقه ديال البودره ديال الثوم، كاين اللي كيدير البصله غير شويه كيرقاقها بزاف، بالعكس ديروا بحال هكا غتعجبكم. هذا هو المكون اللي عجبني بزاف صراحه، قلت يعني نبارطاجي معكم. واحد الجزره او خيزوه متوسطه اللي حكيتها في الحكاكه الرقيقه، كنكونوا دخلنا لوليداتنا واحد الحاجه اللي زوينه غادي تعجبهم ان شاء الله. ندوزو نديروا العطريه، ديروا شويه ديال الملحه، العطريه ديال الشاورما الا كانت عندكم كتجي زوينه بزاف، شويه الابزار، شويه سكينجبير، وشويه ديال الملحه، وشويه ديال الخرقوم. كيف قلت لكم هذه الجزره ما كتبانش نهائيا، ما غاديش يعرفوها غير يعني يديروها. هنا غندير واحد نص حامضه صغيره غير العصير ديالها نعصرها. كيف شفتوا معايا راه حنا ما رقدنا لا الدجاج لا حتى شي حاجه. الدجاج اخواتي راني درت صدر ديال الدجاجه اللي قطعته مربعات. ممكن ديروا الكفته. هنا غادي نجيب هذاك العلبه، هذه العلبه راه نفسها الوزن ديالها 110 غرام، نفسها اللي خديت منها 2 معالق درتهم في العجين، ما تبقى درته في الحشوه اخواتي صافي. غادي نخلط هكا ما شاء الله كتجي زوينه بزاف. الا عندكم كريمه سائله ديال الطبخ يعني ديروها، ما عندكمش هذه تكفي الغرض. هذا الياغورت كيجي تا هو زوين. غادي نخلي على جانب من بعد ما تجانست لينا، ندوزو للعجينه اللي غندوز ان شاء الله الشكل. غادي نخرج انا 5 ديال القطع، ما نتوما كتشوفوا معايا بالنسبه للحجم نتوما كتحكموا فيه، بغيتهم صغيورين بغيتهم كبار كيف ما بغيتوا. انا غادي نديرهم حجم متوسط. غادي ندير شويه ديال الدقيق الفورص رطب، وغادي نكورهم بحال ما هكا ونخليهم شويه على جانب واحد شويه يرتاحوا. نغطيهم بالسلوفه طبيعه الحال باش ما يربوش لنا ديك القشره، وعاد ندوز نبسطوهم. راه دغيا دغيا اخواتي راك شفتوا معايا، راه يعني في نفس الوقت الحشوه طيبتها دزت ليهم في ساعه في ساعيني. يفضل انا بالنسبه ليا تصايبوا الخبز ديال الطاكوس راسكم يعني بلا ما تشريهم من على برا، حيت ما كيدي لها وقت لتا شي حاجه واقتصادي بزاف. نجيبوا الدلاك ونبداو هكا نديرو نبسطوا في هذيك العجينه. الشرط اخواتي رقوه مزيان كي تشوفوا معايا، ما تخافوا منه ما والو، ما كيلصق ما حتى شي حاجه. ها انتم اخواتي شفتوا كيفاش كيجي، رقوه مزيان باش يجي زوين. غندوزو نديرو
المقلاة، اي مقلاة عندكم اللي تخلوها ناشفة وكنطيبوا فيها هكاك هذا الخبز ناشف، ما تديروا فيه لا زيت لا حتى شي حاجة، المقلاة تكون ما فيهاش الزيت الا كانت فيها ديجا من قبل الزيت ولا شي حاجة مطيبين فيها شي حاجة ومزيتة بانت لكم فغسلوها صافي. هذيك كطيب وهذه كنبسط فيها حيت ما عنديش الوقت، لو عندي شويه الوقت غنبسطهم كاملين ونحطهم فوق بعضياتهم ونطيبهم على خاطري، لكن انا ما عنديش اللي من الوقت نهائيا كيف قلت لكم، حتى الدقيقه 90 ممكن توجدوا هاد الطاكوس هذا. نعرفين كل شيء كيبغي طاكوس كبير وصغير، هنا ما تخليوش يدير بزاف يفوت فيه الطياب لانه راه رقيق كيف شفتوا معايا، رققته رققته، يعني هذا هو الخبز اللي كيكون مزيان ديال الشاورما ولا ديال الطاكوس. صافي كيجي على بحال ما هكا، بركه الا فوتو في الطياب راه غادي يقصح، وكنديروه هنا في المنديل باش يرطاب لينا. صافي ها نتوما شوف شحال رقيقه العجين، رقيقه بزاف بزاف بزاف. صافي راه هنا كنزرب بزاف اخواتي، صافي غير تتبدا لنا واحد الفقاعه تيديرو كنقلبوها وكنستمر بحال ما هكا. كيف قلت لكم ما تفوتوش في الطياب بزاف، صافي غير شويه وحيدو لانه راه لا فوتو في الطياب بزاف غادي يقصح ليكم. ها نتوما شوفوا العجينه ما شاء الله يعني رقيقه ومجموعه هكا، ما تتخافوا منها ما حتى شي حاجه. انا بالنسبه لي استحسن حضروه في المنازل ديالكم بلا ما تشري لانه ما كيدير لا وقت لا حتى شي حاجه. هذا الخبز هذا ها هما وجدتهم هذوك خمسه ديال القطاع اللي كيجي، ها نتوما كيفاش كيجي، تيجي زوين بزاف بزاف ورقيق وشفاف اخواتي. غادي ندوزو نعمروه مع بعض، غادي نجيبو هاد المكونات اللي غادي نديروه. عندي الكيتشوب، عندي المايونيز، عندي صوص انجيغان، غادي ندير الكيتشوب والمايونيز هما الاولين ونحاول نبسطهم بحال ما هكا. الفريت راني قاليه من قبل ما وريتوش لكم، ولكن قاليه راه غادي تشوفوه معايا. ندير صوص انجيغيان، هاد الصوص هادي كتجي زوينه بصراحه، كتجي بنينه بزاف، حتى حاجه صراحه فيما غاليه وكيديوكم لما ما نوجدو بحال ما هكا في الديور ديالنا. هذيك الحشوه قسمتها على خمسه كي تشوفوا معايا باش يجونا قد قد. صافي وكنحط هكا، صدقوني الحشوه هذه اللي فيها الجزر عجبتني بزاف على الحشوه الاخرى اللي كنا ما كنديروش فيهم هذا. كيجيو ها نتوما ها هو الفريت اللي قالي غنديروا شويه الفريت بحال ما هكا. هي كيف قلت لكم عندكم الكفته غادي يولي تاكوس ميكس تيجي زوين صراحه. انا بناتي وحده كتبغي ليا الدجاج بحال ما هكا، وحده كتبغي الكفته. انا ما تواجدش معايا الكفته لو ندير لهم خاطر مجوج اخرى اللي ما كتاكلش، اللي كتبغي ديال الكفته ماشي ما كتاكل الدجاج غير كيعجبها ديال الكفته. غنديروا عاوتاني شويه المايونيز، شويه الكيتشوب، شويه صوص انجيغيان، ونديروا الفرماج اللي عندكم ديال سندويشات ديروه، عندكم بحال هذا محكوك ديروه. انا عندي الفرماج او الجبن ديال مونزاريلا غادي نتني. ها نتوما ساهل مهل اخواتي، وهذاك الخبز كتشكلوه كيف ما بغيتو. صافي كنتنيها بحال ما هكا وغادي نطيبو معكم ان شاء الله غير في المقله بدون اله. انا الاله تحرقات ليا وقلت لي ما لا مشي لما كانتش ديك الاله صافي راه نهايه الدنيا. فنوجدوه راه كيجي حتى في الفرن بواحد الطريقه، راه كيجي زوين بزاف. الا بغيتو كتبوا لي ان شاء الله ونحضروا معكم نفس الطريقه اللي درنا الاولى. غنديروا لهادي وغنكملوا ان شاء الله، ندوز نطيبه معاكم باش تشوفوا معايا. انا راه كيجي ما شاء الله كنكثر فيه، هو طاكوس يبغي يكون عامر باش كيجينا زوين. صافي اللي يحب شي حاجه اخرى ممكن يضيفها، اللي كيزيد كيسميتو الخس، كل واحد وشنو لا اي حاجه بغيتوها وكتفضلوا فديروها. صافي كنديروا الجبن هكا هكا. ها نتوما شوفوا داك الخبز شحال كيجي زوين اخواتي، و نتحكموا فيه كيف ما بغينا، راه ساهل مالا. نتوما كنديروا الاصابع ديالي بحال ما هكا وكنبقى ضاغطه من الجهه الاخرى صافي، وتنقلبها. ها نتوما غندوزو نطيبو. حطيت المقله سخون، كتسخن المقله الغليظه اللي كنطيب فيها الملاوي صافي اخواتي، في ساعه كيطيب بحال ما هكا. كاين واحد الطريقه اخرى كديروا داك الشوايه اللي باش يجي فيها هذوك الزواق ديال هذا وصافي، اما اي حاجه ممكن تقضيو بها. المهم هي الحشوه كتكون زوينه وكذلك الخبز يكون حتى هو زوين. كنضغط عليه واحد شويه بواحد الطبسيل هكا او غير بيديا.
صافي كنبقى حاضيه هكا راه دغيا دغيا كي طيبه ما كيديش الوقت نهائيا. هنا هما طابون اخواتي كنقدمتهم بحال ما هكا مع هاد الطماطم من السوليس ولا الخس ولا اي حاجه عندكم، مع داك طبقه من الفريت وداك الصوص هذا راه درته في الجناب ديال التفصيل، غادي نقطعها معكم وتشوفوا كيف كيجي الكثافه ديالو، كيجي رائع جدا اخواتي، كيجي زوين بزاف. ان شاء الله تجربوا طريقتي بدون اله وهذاك المكون اللي زدنا حتى لنا، وتيكون لا فيديو ديالنا سهله. نتمنى نلقاكم انتم في احسن حال واحوال، تهلاو في راسكم بزاف، السلام عليكم.